إذا تذكرت شيئا لمدة ثواني قليلة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، والله تعالى أعلى أعلم. لا سيما إذا كانت هذه الأشياء التي شغلتك من باب العبادة، من باب العبادة، يعني أنت في الصلاة تذكرت أن في فلوس عاوز تطلعها صدقة فذكرتها في الصلاة ما فيش مشكلة، لكن تذكرت مثلا أن أنت كنت جايب حلة المحشي ونسيتها فوق السور وتيجي القطة توقفت، لا المسألة دي بقى تقوم طالع من صلاتك وتروح تشيل الحلة ده تاني، لأن هيبقى كل همك في الصلاة أنت منشغل بهذا الأمر.